اختلاط المرأة، العلاقات بين الشباب والبنات، لا بأس أبدا أن تختلط، لا بأس أبدا أن تخرج من بيتها للعمل، لا بأس أبدا أن يكون هناك علاقات تربطها بين الشباب وبين الرجال، كل هذا تحت مسمى الصداقة. وبعد ذلك تتطور هذه العلاقات، وبعد ذلك يحارب في قلبك وعقلك ووجدانك كل ما يسمى بالدين، كل ما يسمى بالإسلام، وكل من يتكلم معك عن حجاب إرهابي، متشدد، متذمت، أصولي وغير ذلك. احذري أختي الكريمة من هذا، احذري أن تكوني سيفا أو خنجرا مسموما في ظهر هذه الأمة. خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا قضايا المرأة، خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا المرأة الغربية. لا والله، لا والله، أنت عندنا مكرمة، أنت عندنا فاضلة، ويجب عليك أن تعلمي قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي أين وصلت المرأة في الغرب بعد قضايا التحرير ليكون لك أسوة وقدوة وحكمة وعقل رزين تفكري. أتحبين أن يكون هذا هو الحال؟ أختاه، والله بالفعل خدعوك فقالوا تحرير المرأة، خدعوك فقالوا تحرير المرأة. تعالي أختي الكريمة سريعا أنقل لك بعض الأخبار عن حرية المرأة في الغرب، وأين وصلت المرأة في الغرب، حتى أوضح لكل من يشاهدني الآن أن هذا هو الحال الذي يريده أعداؤنا من وراء هذه المؤامرة أن يصلوا به إلينا، أن يصل حالنا إلى هذا الحد، وأن يصل واقعنا إلى هذا الواقع. ابتداء، نالت المرأة في أوروبا حريتها، نالت المرأة في أوروبا حريتها، فهي تصاحب من تشاء، تخرج مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تقول من تشاء، تصاحب من تشاء، ولا يملك أبدا أحد أن يرضع عن هذا الأمر. فوصلت إلى هذا الحال. أما العلاقات التي قالوا أنها ينبغي علينا أن نقوم بها قبل الزواج، العلاقات المحرمة بين الأولاد وبين البنات، هذا هو الحال بعد هذه العلاقات في أوروبا، بعد هذه العلاقات في الغرب، وصلت المرأة إلى هذا المستوى. أما قضايا العنف المتبادل بين الأزواج الذين نالوا حريتهم في الغرب، الذين ضحك عليهم الغرب، الذين ضحك عليهم أعداؤهم بفكرة حرية المرأة، فانظري معي أختي الكريمة، نشرت مجلة التايمز الأمريكية أن هناك في أمريكا 6 مليون امرأة يعانين من ضرب الأزواج، بل ونقلت إحصائية أخرى تقول أن 70% من الزوجات يعانين من الضرب المبرح من الأزواج، بل وخذ هذه الإحصائية الكبيرة، 4000 امرأة أمريكية تقتل سنويا على أيدي الأزواج، بل وحسب التقرير الخاص بالوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق تقول أن هناك امرأة أمريكية تضرب كل 18 ثانية. أما في فرنسا فهناك 2 مليون امرأة معرضة للضرب سنويا. ونقلت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشيل أندريا تقول كلام يوضح لنا أين وصلت المرأة بحريتها في أوروبا. وبعد ذلك أسألك سؤال، هذه الحرية إما أن تسيرين عليها، وإما أن تتقين الله عز وجل لتكوني عونا وسندا لنا في بناء صرح شامخ لهذه الأمة، وبين أن تكوني خنجرا مسموما في ظهر هذه الأمة. تقول أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشيل أندريا إن الحيوانات في فرنسا تعامل أفضل من النساء هنا في فرنسا، فلو أن رجلا ضرب كلبا في شوارع فرنسا لقام الآلاف من الفرنسيين بتقديم بلاغات ضد هذا الرجل إلى جمعيات الرفق بالحيوان. أما إذا ضربت المرأة عندنا فلن يتحرك ساكن لضرب هذه المرأة. هذه الحرية التي يريدها الغرب، وهذه الحياة التي يريد الغرب أن تسيرين عليها. لماذا؟ حتى كما قلت لك تكونين خنجرا مسموما في جسد هذه الأمة. أما الحب والعطف
والسكن الذي ضمنه الإسلام لك. فلا تعرف أبدا المرأة في أوروبا بعد تحريرها أي معنى من هذه المعاني، بل المرأة هناك لا تعرف أصلا معنى من معاني الحب أو السكن، ولكن لا تعرف إلا معاني الخيانة والغدر. نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية أن 75% من الرجال في أوروبا يخونون الزوجات بعلمهن، وأن عددا أقل ذلك من النساء يفعلون نفس الأمر، خيانات. وأنا والله العظيم حدثني أحد آبائنا الكرام أنه كان في روسيا ودخل مزاد من المزادات الكبيرة، وسبحان الله رأته زوجة صاحب هذا المزاد فأعجبت به وطلبته للوقوع معها في الفاحشة والعياذ بالله، فلما رفض وقال أن هذا محرم في شريعتنا غضبت غضبا شديدا وذهبت إلى زوجها وذكرت له كل هذه الأمور. فبيقول لي والله لقيت زوجها جاي وغضبان جدا، أنا قلت أكيد هو جاي يهنيني إن أنا حفظت على شرفه وعفة هذه المرأة التي هي زوجته. فقال لي ماذا طلبت منك زوجتي؟ قلت إنها تريد أن أقع معها في الفحشة. قال له إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنت لو روسي هقول لأ، لأن كل الروسيين محملين بالأمراض، إنما أنت مصري، المصري بنص كلامه المصري نظيف، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن أنت تقضي مع هذه الليلة؟ سبحان الله سبحان الله، أين معنى السكن؟ أين معنى الغيرة على هذه الزوجة؟ لا يوجد لا يوجد، بل هذا المعنى سبب لإسلام كثير من الأخوة والأخوات. وحدثني أحد إخواني الروس الذين أسلموا بفضل الله عز وجل، وأخ يدعى عمر، يقول أن سبب دخوله في الإسلام تبادل الزوجات. ففي كل ليلة أحد، البيت عندنا 4 أدوار 4 شقق، 4 من الأزواج و4 من الزوجات، تتعمل قرعة، يبقى زوجة اللي الدور الأول يعني يأخذ زوجة اللي في الدور الثالث وهكذا. قال أنا أغار على زوجتي، أنا أغار على زوجتي. ولما ذكرت ذلك لعلمائنا ولأحبارنا ولرهباننا قالوا لنا إن المسيح يقول لكم إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، ولكن ستدخلوا الجنة برحمتي برحمتي، فلا بأس أبدا أن تتبادلوا الأزواج. فبحثت عن دين ينادي بالعفة وينادي بالشرف، ينادي بالعفة وينادي بالشرف. هذا هو التحرير الذي يريده أعداؤنا من بناتنا، ويريده أعداؤنا من أخواتنا. بل أذاع التلفزيون الفرنسي خبر دعوة أقامها زوج ضد زوجته، ضد زوجته، مصحوبة بالدليل خيانة الزوجة على فراش الزوجية. حكمت المحكمة ببراءة الزوجة، وقالت إنه ليس من حق الزوج التدخل في الشؤون الخاصة بهذه المرأة. سبحان الله سبحان الله. بل في أوروبا أصل الحرية والتي نادت بالحرية أندية كاملة لتبادل الزوجات بعلم الأزواج. ففي ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا هناك نادي تحت مسمى يرفع شعار دع الزوجات يتبادلن، دع الزوجات يتبادلن. يا ترى ما موقف هذه الحكومة من مثل هذه النوادي؟ أما الموقف الرسمي فأعلنه مكتب النائب العام أن هذا ليس خروجا على القانون، وليس فيه أي مخالفة لأي مادة من مواد العقوبات تبادل الزوجات. أين عفة المرأة؟ أين كرامة المرأة؟ ضاعت تماما. وأمام هذه الإباحية وأمام هذه المشاعر التي لا تعرف حبا ولا ودا ولا سكنا، أما هذه المشاعر التي لا تعرف إلا الخيانة والغدر، انتشر الطلاق وبصورة كبيرة جدا جدا جدا، مما يدمر هذه المجتمعات. وهذا ما يريد الغرب في هذه المؤتمرات وفي هذه المؤامرات التي يحيكونها لنا، أن نذوق من نفس الكأس الذي يذوق منه أهلها، أو أي أهل هذه البلاد، أن نذوق من نفس هذا الكأس. أما الطلاق فظاهرة منتشرة بصورة كبيرة جدا. في السويد 64% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، في أمريكا 49% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، في بلجيكا ترتفع النسبة ل 56%، في بريطانيا 53% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق.